نسى ليلى؟ انت مش محمود لطفي الجنايني، انت مرفوض لطفي الجنايني. ليه كده؟ عشان انت قليل الذوق. انا غلطت في ايه؟ ازاي تديني ميعاد وما تجيش؟ ده امتى ده؟ لا ده استعباط بقى. شوف يا استاذ، اللي قدامك دي قاريه 1000 كتاب، يعني ما يضحكش عليها. مش قلت لك عندي درس الساعه 4؟ ايوه قلت لي كمان اوعى تيجي. انت عبيط؟ هو انا لما اقول لك الساعه 4 اوعى تيجي يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني تيجي طبعا. بعدين انا داخله على امتحانات، لو سمحت ما تعصبنيش. انت متنح لي كده ليه؟ بص، يوم السبت عندي امتحان من 9 ل 12، عارف لو طلعت من اللجنه وشفتك هيحصل فيك ايه؟ هيحصل ايه؟ لما تيجي هقول لك. معقوله يا بنتي كده؟ مش تقعدي تفطري كده كويس قبل ما تروحي امتحانك؟ ما بعرفش اكل خالص وانا رايحه امتحان، بليز سيبيني يا ماما عشان مركزه شويه. ربنا معاك يا بنتي. ادعولي. وفروا لي انا الدعاء ده، بنتك يا ماما حافظه المناهج كلها. الو؟ اهلا اهلا، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ الحمد لله. لسه ما خرجتش، ثانيه واحده. ليلى اشرف بيها التليفون. الو، ازيك يا اشرف؟ انا حبيت اقولك بس ربنا يوفقك قبل ما تروح الامتحان. ميرسي قوي يا اشرف. لا معلش، انا وانا رايحه امتحان ما بعرفش اتكلم مع حد. باي. ايه ده؟ يعني ما اعرفش اتكلم مع حد؟ ايه دي الذوق بتاعتك دي؟ راجل بيكلمك عشان يسال عليك الصوت دي بالشكل ده؟ سيبي البنت تركز في الامتحان اللي رايحاه. معقوله يعني الراجل سيب العيله كتير قوي؟ باي باي يا ماما. ايه يا حبيبتي مستعجله ايه؟ لسه بدري على الامتحان. عشان اخد على جو اللجنه وارجع شويه قبل الامتحان. باي باي. ربنا ينجحك يا بنتي، ان شاء الله يا رب كده اشوفك دكتوره في الجامعه. بالتوفيق ان شاء الله. صباح الخير. ايه ده عم لطفي الصبح كده؟ دي شويه اسئله واجوبه انا حضرتها لك، ترجعيها كويس قوي قبل ما تدخل لجنه على طول. وتعب نفسك وجاي لحد هنا، مش عارفه اقول لك ايه. بس تقولي لي انك عملت كويس بعد الامتحان على طول. وحياتك اخلص الامتحان واجي عليك على طول، تيجي معايا اوصلك؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. خدي دي كمان حطيها في جيبك. ايه دي؟ دي صوره ياسين. ميرسي قوي يا عم لطفي، انت جميل قوي. خلي بالك من نفسك. حاضر. مع السلامه، ربنا ينجحك. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا ينجحك يا بنتي.